آخر سؤال نختم بيه، واحد بيقول أنا مصري، إيه حكم الفسادي؟ عارفين معنى كلمة فسادي؟ يعني إيه؟ جامعة فسادية، المقبرة اللي بتندفن فيها الناس في مصر. الناس ما بتندفنش في بطن الأرض، بتبنى غرفة وتحط الناس على الأرض، ما فيش إيه؟ لا يحفرون الأرض ليدفنون الموتى، يبنون غرفة وتحط بيترصها واحد اثنين، أحيانا بتشيل خمسة، وحان يبقى الرجال والنساء مع بعض، وإذا أحسنوا عملوا فاصل ما بين الرجال والنساء. يعني غرف تبنى على وجه الأرض يوضع الموتى داخلها بلا حفر ولا لحد. فهل السودي مقبولة شرعا؟ وهل يأثم من دفن فيها ميته أو من أوصى بدفنه فيها؟ نقول أولا يا رعاك الله إن الشرع المطهر على دفن كل ميت في قبر واحدة، ولا يدفن اثنان معا في نفس الوقت أو أحدهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو سنين إلا إذا بلي الأول تماما ولم يبق منه شيء. طبعا خلاف الضرورات في غزوة أحد وكسر الشهداء لما تحط أكثر من شهيد في قبر واحد، دي حالة خاصة، كسر الشهداء وضاقت المقابر بالموتى، ده حالات استثنائية. إنما حالة السعة والاختيار غير حالة الضرورة والاقتهار. السعة والاختيار إن كل ميت يختص بقبر ويصبح وقفا عليه وحده، ولا يدفن أحدهما بعد الآخر إلا إذا بلي الأول تماما ولم يبق منه شيء. وهذه المدة تختلف من يعني لما واحد يموت ويظل في قبر، امتى نبحث القبر ده عشان يدفن فيه واحد تاني غيره؟ لما نتأكد ان الميت ده انتهى تماما، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بعضهم قالوا قد يمتد احيانا الى 40 سنة عشان نوصل لمرحلة الميت انتهى تماما. هذه هي السنة التي جاءت بها الشريعة المطهرة، واختلف هذا العلماء بيقولوا يا إما حرام يا إما مكروه. الحج المالكي يقول اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه، ما دام شيء منه موجودا فيه حتى يفنى، فإن فني فيجوز حينئذ دفن غيره فيه، فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه، ولا يجوز أن يحفر عنه ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. قلنا هذه القاعدة إلا لضرورة أن يكثر الموتى ويقل من يدفنه، في هذه الحالة لا بأس أن يدفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. بارك الله فيك. طيب بعد تقرير هذه المعاني نقول إذن القاعدة إن دفن الموتى في غرف على النحو الذي سبق وصفه، غرفة تبنى فوق سطح الأرض ويوضع فيها الموتى بلا حفر ولا لحد، ويغلق الباب، والمبنى ده في الغالب يتسع لحوالي 5 أشخاص، حين بيشيل العيلة كلها، كل ما مات ميت نفتح وندخله نفس المكان، وإذا امتلأ القبر أخرجنا منه ما فيه من عظام وجمعت في مكان يسمى عظامة أو يسمى معظمة عشان نفضيه لاستقبال ضيوف الجدد. الأصل إن هذه الطريقة غير مقبولة، وكانت يعني تسمى بالفسقية وتجمع على الفساق، وأنكرها العلماء في وقتها، وقالوا من ضمن المناكر فيها عدم دفن الميت في باطن الأرض، إنما يوضع على ظهرها، ما بيتبحدش في الأرض، بيتحط رصة كده يعني. وأيضا البناء على القبر وتجسيسه، وفيه نهي عن هذا، دفن أكثر من شخص في مكان واحد، دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة، كل هذا الكلام من المكروهات التي ينبغي أن نحرص على يعني على تحاشيها ما استطعنا. لكن في النهاية إذا كان هذا هو الممكن والمتاح، أو كان طبيعة الأرض رخوة لا تسمح بالحفر فيها
وانحفرنا الأرض اللزجة وقد نوصل إلى مية وتؤدي إلى إفساد الجثة، يبقى دي استثناءات تقدر بقدرها. يبقى الأصل إن هذه الصورة مكروهة، وإخواننا المتدينين اللي هم نشأوا مع الوعي الديني ومع التدين ينبغي أن يحرصوا على إصلاح ما يتعلق بالدار الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، نصلح أول منازل الآخرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إن استطعنا الحمد لله، إذا عجزنا فأرجو أن تكون هناك رخصة، لا سيما إذا قيل إن هذه الأرض بالذات رخوة وفيها مية في داخلها وقد تتعرض الجثث للتحلل وكذا، يبقى هذه ضرورات تقدر بقدرها. بارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.